الشغل بالورد بالزراعة يعني معروفة كتير، لها متعة خاصة يعني، وهي شهادتي وشغلي بالدرجة الثانية يعني. هلا بالنهاية الهدف من المشتل أكيد يعني مردود اقتصادي وأمور معيشية يعني بالنسبة للهدف من المشتل، بس لها متعة ثانية يعني بالنسبة للشغل بالمشتل. هلا الانواع اللي عم نشتغل فيها بالمشتل، فيك تقولي كل شيء عم نشتغل بكل شيء، حراج، نباتات زينة، نباتات طبية وعطرية، اشجار مثمرة. الاقبال هلا هون بالمنطقة صار اقبال قوي يعني نوعا ما، العالم كلها اتجهت على المزارع، على شوي الراحة النفسية بالنسبة مثلا عم بشتغل أسبوع كامل، يوم بدي أرتاح أروح على مزرعتي أزرع كذا. فحتى بالبيوت مثلا ضمن البيت كمان صار في إقبال إنه على الخضار، على قطعة حلوة بالبيت، مثلا قطعة بتعطيني أكسجين بظروف البلد اللي نحن فيها إنه الدخان كتير وكذا. الصعوبات يعني اكثر شيء عم نعاني منه انه لما عم نجيب بضاعه من برا. هلا 3/4 البضاعه عم نجيبها من برا، في شيء قليل عم نساويه هون حسب الامكانيات المتوفره، مثلا ضمن هالبيت البلاستيكي عم نشتغل فيه، بس الاكثر عم نجيبه من برا يعني كثير عم نعاني من شغل تكاليف جيت البضاعه يعني تكاليف النقل صارت باهظة جدا جدا جدا. طبعا هاي عم تنعكس سلبا على السعر تبع البضاعة. انه اطور مشروعي اكبر اوسع اجمل كذا، فيعني هون بصراحة ما في اي جهة تتبنى انه يا اخي بدك تعمل كذا كذا، بنعطيك قرض، بنعطيك كذا، بنعطيك مواد تانية، ابدا ما في اي جهة يعني، بالعكس يعني ولا جهة بتتبنى هيك شيء، كله بجهود خاصة يعني. هلا انا شخصيا عم حاول انه اطور مشتلي، اساوي يعني شوي نطوره تقنيا، بحيث مثلا ما يصير وفيات بالنباتات، ما يتأثر بالصقيع، ما كذا، هاي كله على حسابنا الخاص.